كنقولوا الريحه الرودانيه طبيعة الحال ما نساوش الشيخ الحاضر معنا واللي غادي يمتعنا بقصيده الحجه. زوجنا بحماك على الطريقه الرودانيه، على طريقه الريحه الرودانيه، قصيده الحجه من نظر عبد الهادي بناني وانشاد شيخ ورجل من رجالات هذه المدينه محافظ على تراثها في الريحة الرودانية في الرودانية في الفن العساوي في فن الحمدوشي وفي جميع الفنون. ولكن حيوا معايا كثير اسماعيل سقارو. اسماعيل سقارو الجمهور كينتظرك انك تمتعوا بالقصيدة الحجة لك الكلمة. Thank you.
طابو
عباد الله ونقف الحجر سعد بمراد بن سطوفا زيد بشوقي كبير زمزم نروى من ما Thank you.
تعاون الله الرحماني لا يحرمنا من شفاعتك يا رسول الله، يا ربي لا تحرمنا من شفاعتك يا رب.